ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، هذا هو الأصل. الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح وما وقر في القلب، هذا هو الإيمان، قول وعمل وتصديق، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا أمر طبيعي جدا، الكل يراه في نفسه. ترى نفسك في يوم من الأيام حريصا على الخير، تحب قراءة القرآن، تحب دروس العلم، تحب الصدقة، يعني هذا زيادة إيمان. وحين ترى نفسك متكاسلا ضعيفا لست حريصا، هذا ضعف إيمان، هذا أمر طبيعي جدا في الإنسان. نعم.